لم يكن الحصار على قطر إغلاقا للحدود فحسب، ولم تكن تداعياته دبلوماسية أو سياسية فقط، بل امتدت إلى جوهر علاقة الإنسان بالإنسان والرحم بالرحم. فالمهلة اللاإنسانية التي حددتها دول الحصار على مواطني دولها وعلى القطريين ليعود كل إلى بلده كانت أشبه بخنجر سلط على رقاب آلاف العائلات ممن يعيشون بين جنبات دول الخليج. في تقريرها الثاني منذ بدء الحصار، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضرر 13,314 شخصاً، في حين ما تزال تستقبل المزيد من الحالات، وهو ما يعني أن العدد مرشح للزيادة. وبحسب البيانات التي أعلنتها اللجنة، فإن ما لا يقل عن 11,387 مواطنا من دول الحصار الثلاث يقيمون في دولة قطر، بينما يقيم قرابة 1,927 مواطنا قطريا في تلك الدول، تضرر جميعهم في نواح وقطاعات مختلفة وصلت في ذروتها إلى الفصل بين الأم وأولادها. نجد أن بالفعل أن استمرار مثل هذه الإجراءات يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان، وكذلك انتهاكا صارخا للميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي وقعت عليه كل الأطراف. وشملت الحالات 30,000 أسرة مشتركة بحسب اللجنة. أدت القرارات الأخيرة إلى حرمانها من لم الشمل، كما تعطل طلبة عن التعليم، إذ يدرس في جامعات قطر عدد كبير من الطلبة الخليجيين اضطروا إلى المغادرة رغم الترحيب بهم ووضع كل التسهيلات لفائدتهم في الدوحة. اللجنة الوطنية تواصل تحركها القانوني على مختلف الأصعدة، وقد خطبت العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات التي أجمعت على رفض قرارات الحصار غير الشرعية. ووقعت اللجنة اتفاقية مع مكتب محاماة دولي بشأن قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض على قطر، حيث يعمل المكتب على دراسة الحالات الإنسانية التي تناهز 2500 حالة. وقد التقى رئيس اللجنة خلال جولة أوروبية مع عدد من سفراء حقوق الإنسان في دول أوروبية، وشرح لهم العقوبات الجماعية التي فرضتها دول الحصار وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها هذه الدول، مؤكدا أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم. في الدوحة اجتمع مسؤول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والأمن القومي، حيث تم تقديم نبذة عن الجهود في متابعة الحقوق الإنسانية منذ فرض الحصار. شكل آخر من الضرر خلفه الحصار تمثل في مس أمن وسلامة الطيران، حيث انتهكت قرارات إغلاق الأجواء على الحركة الملاحية وقوانين الملاحة الدولية، وهو ما دفع وزارة المواصلات والاتصالات لعقد اجتماع مع مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني لبحث هذه الخروقات. الحصار الجائر على دولة قطر وأعلنت في هذا التاريخ، وسكرت جميع الأجواء والمنافذ سواء الجوية أو البحرية أو البرية، واعتبرته جزء من السيادة. وهنا احنا هذا كلامنا للمنظمة وللأخوة جميعا، أن هذا ليس جزء من السيادة ولا يتعلق بالسيادة، إنما جزء من انتهاك للقوانين الدولية، لأنك سكرت جزءك السيادي وهذا لا نختلف عليه، لكن استمريت في التسكير إلى الأجواء الدولية. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تسلم أيضا من دولة قطر ملفا بالاختراقات التي أثرت على السلامة البحرية. قطر لم ترد على الحصار بالمثل، وتعاملت مع الظروف كما تمليه عليها روح القانون والأخوة، ملتمسة درب المجتمع والمؤسسات الدولية لتنصف من تضرروا من هذا الحصار الجائر.